الرئيس السيسي يوجه بإجراء مراجعة دقيقة للأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بمبادرة حياة كريمة، وذلك لضمان مستوى الأداء والتنفيذ طبقاً للمعايير الحديثة. الرئيس السيسي يشيد بما حققته البعثة الأولمبية من نتائج وإنجازات ويمنحهم عدداً من الأوسمة الرياضية. إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 74% وفتح باب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات يوم السبت القادم. 6 مساء في القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإجراء المراجعة الدقيقة المنتظمة لكافة الأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالاستعانة بكبرى المكاتب الاستشارية المتخصصة، وذلك لضمان مستوى الأداء والتنفيذ طبقا للمعايير الحديثة لكافة قطاعات المبادرة ومراحلها. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض عدد من مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية، في حين عرض وزير الكهرباء محمد شاكر نتائج زيارته الأخيرة على رأس وفد رفيع المستوى إلى روسيا في إطار التعاون المشترك بين البلدين لإنشاء محطة الضبع النووي. كما وجه الرئيس السيسي بأن تتضمن مشروعات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر مراكز للتدريب الفني لبناء القدرات، وذلك في مجالات التشغيل والصيانة، إلى جانب مراكز للبحوث والتطوير بالتعاون مع المعاهد والمراكز البحثية المختلفة في مصر. كما وجه الرئيس السيسي بسرعة تنفيذ مشروعات إمدادات لخطوط التغذية الكهربائية لسيناء، وذلك لربط الشبكة الكهربائية في سيناء بالشبكة الكهربائية الموحدة. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء عرض أيضا آخر مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار خاصة مع ليبيا، كما تم استعراض جهود التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والإسكان بخصوص مشروعات محطات تحلية مياه البحر، فضلا عن عرض مخطط التعاون مع عدد من الدول الأفريقية في مجال المحطات العائمة لتوليد الكهرباء. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الكهرباء عرض خلال الاجتماع مستجدات أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب الأولمبية الأخيرة في طوكيو 2020. وحسب ما أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، فقد أشاد الرئيس السيسي بما حققته البعثة الأولمبية من نتائج وحصيلة للميداليات وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية، وتم منحهم ومدربيهم عددا من الأوسمة الرياضية. قرار رئيس جمهورية مصر العربية
تمنح الأوسمة التالية للاعبين واللاعبات والمدربين الحاصلين على ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وهم أولاً الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الأولى لكل من اللاعبة فريال أشرف محمد عبد العزيز، السيد هاني شاكر السيد قشطة، ثانياً الخماسي الحديث وسام الرياضة من الطبقة الثانية لكل من اللاعب أحمد أسامة أحمد الجندي، ثالثاً التايكوندو والمصارعة والكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة لكل من اللاعبة هداية أحمد ملاك وهبة، اللاعب سيف حسين شريف حسين عيسى، السيد أوسكار فرانشيسكو سالازار، السيد أسامة سيد محمد عبد الرحمن، السيد محمد مجدي السيد يوسف، السيد محمد أحمد محمد إبراهيم، اللاعبة جيانا محمد فاروق محمود، اللاعب محمد إبراهيم السيد إبراهيم، ويتسلم عنه الأسام السيد محمد أحمد محمد إبراهيم، السيد محمد عبد الرجال جودة حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً الحمد لله على السلامة وألف مبروك. مبروك حاجة جميلة جداً جداً، أسعدتونا ونشكركم، وجهد عظيم، وإن شاء الله الأيام اللي جاية نقدر نحقق أكتر من كده. والفكرة مش في تحقيق الميداليات أو كده، هي الفكرة في حالة الرياضة، حالة اللياقة البدنية في مصر، بتعكسها المسابقات اللي زي كده. كل ما الدول تبقى متحضرة بتهتم بنفسها وبتهتم بشبابها وبتهتم بأبنائها، وينتج عندها حجم ضخم جدا في القطاع ده، بينعكس بالنتائج. يعني الهدف مش الميدالية، وهي حاجة عظيمة عشان بس محدش، لكن حالة الرياضة، حالة بناء أجسام ولادنا وبناتنا في مصر، حالة، أنا بقول الكلام ده لأن فرصة وأنتم موجودين إن الرسالة دي تصل لينا. فإحنا سعداء أولا باللي أنتم عملتوه، وبنشكركم عليه، وبنشكر كل من شارك فيه في وزارة الشباب وكل الوزارات اللي كانت لها يعني لها شراكة في هذا الأمر، يعني زي ما قلت كده. لكن بقول تاني إن مستوى البطولات دي بيعكس حالة الرياضة في الدولة، في أي دولة. كل ما يكون حالة الرياضة يعني في شعب مهتم، في أب وأم مهتمين، في دولة مهتمة، في مدرسة مهتمة، في جامعة مهتمة، في إنسان بيراقب نفسه، شايف دايما متابع وزنه وحالته الصحية وكلام من هذا القبيل يعني. فمبروك. حد عايز حاجة؟ ايوه. طيب شكرا. حاجة تاني؟ احنا كان صورة مشرفة جدا لولادنا بصفة خاصة في الألعاب الفردية، ومحددين برضو تخطيطيا سواء لجنة التخطيط في اللجنة الأولمبية والاتحادات أو اللجنة العلمية واللجان اللي موجودة بشكل منسق جدا. معظم ولادنا دول سنهم أصغر من السن بخبراتهم، إن شاء الله يكون في طفرة كبيرة جدا سواء على مستوى البطولة أو القطاع الآخر اللي تحت البطولة. إحنا في 24 محددين عدد الميداليات اللي هيكون فيها ده أكتر من كده بكتير إن شاء الله يا فندم. ألف مبروك. شكرين. شكرا جزيلا.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي على صفحته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه شرف بتكريم أبنائه وبناته من أبطال مصر لما حققوه من إنجاز كبير خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وأوضح الرئيس السيسي أنهم يمثلون خير قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة والإصرار، مؤكدا دعمه الدائم والكامل لتوفير كل الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين، بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، داعيا إياهم بالاستعداد لتحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة. التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس البورصة المصرية محمد فريد صالح، وتناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، كما استعرض اللقاء أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المقيدة خلال المرحلة القادمة، ليستمر في القيام بدوره كداعم لخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز المسار الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية. كما تطرق اللقاء إلى جهود إدارة البورصة لتعزيز السيولة والتداول ومناقشة إدخال تعديلات على القواعد والقوانين لجذب المزيد من الشركات الجديدة للقيد. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا مع رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء إيهاب الفار وعدد من مسؤولي الهيئة لمتابعة الخطوات التنفيذية لعدد من مشروعات التطوير الجاري تنفيذها في محافظة القاهرة. وأكد رئيس الوزراء أنه تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية يتم العمل حاليا على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات التطوير في محافظة القاهرة بالتزامن مع المشروعات التنموية والخدمية التي تشهدها المحافظة خلال المرحلة الحالية من أجل إعادتها لمظهرها الحضري وللإسراع بدخول هذه المشروعات حيز التنفيذ. تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مجمع الورش الحرفية بمنطقة شمال الحرفيين بالدويقة الذي يمتد على مساحة 60 فدانا، كما تم عرض المخطط العام للمشروع وعناصره التي تشمل مجمع الورش الحرفية ومنافذ توزيع المواد الاستهلاكية والمنطقة السكنية بالمرحلتين الأولى والثانية، وكذلك مركز تشغيل المرأة المعيلة والمركز الرياضي والاجتماعي، إلى جانب إقامة مخبز ومكتب بريد، بالإضافة إلى إنشاء مدرسة مهنية ومركز احتضان وتأهيل أطفال شوارع ومركز صحي والمنطقة الترفيهية. أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني طارق شوقي نتيجة شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن نسبة النجاح بلغت نحو 74%. تعالوا نقارن نسبة النجاح العامة هذا العام. نسبة النجاح العامة لهذه الدفعة 74%، وده نقدر نقارنه بأول دفعة تم فيها استخدام التابلت كانت سنة 2016-2017 كانت 72%، السنة اللي وراها بقت 74 اللي هو نفس الرقم بتاع السنة دي. المقارنة طبعا مش واحد لواحد، لأن ده كان نظام تقييم، كل السنوات دي نظام تقييم القديم، هنا في نظام تقييم جديد، فالمقارنة مش واحد لواحد، بس النسبة العامة في نفس النطاق بتاع السنوات اللي فاتت. سنة 19-20 هي سنة الكورونا، وهي سنة خاصة جدا ما نقدرش نقارن بها قوي، ولكن حطينا هنا عشان حضراتكم تشوفوا. فإذا نسبة النجاح العامة 74%. كما أعلن شوقي بدء امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في 4 سبتمبر المقبل، وأشار إلى أنه رغم اعتماد نظام التصحيح الإلكتروني فإن التظلمات متاحة أمام طلاب الثانوية العامة، ومن حق أي طالب التقدم بتظلم بدءا من يوم الأحد المقبل عبر رابط على موقع الوزارة بالإنترنت. نتيح لحضراتكم رابط إلكتروني يوم الأحد القادم، وخطوات لطلب لمن يريد إعادة فحص. إعادة فحص يعني بيقول لنا تأكدوا لو سمحتوا إذا كانت الورقة بتاعتي حصل فيها لخبطة أو لا. لو هي الورقة بتاعتي يبقى ما فيش أي حاجة تانية نقدر نتكلم عليها، لأن الباقي كله بيعمله الكمبيوتر. وده يعني اختلاف عن التظلمات التقليدية. هندي لحضراتكم الرابط، والوزارة هتاخد أقل من أسبوع وترد على أي طلب هيجي لها في هذا الشأن.
الدور الثاني اعتمدنا الجدول بتاعه امبارح مع اعتماد النتيجه، هيبدا يوم 4 سبتمبر وهيخشوا حوالي 160 الف في الدور الثاني من المجموع بتاع الطلاب اللي دخلوا امتحانات الثانويه دي، وهنعلن الجدول بتاعه في اليومين ثلاثه الجايين برضو. بس عشان نخطط، الدور الثاني هيبدا يوم 4 سبتمبر. من جانبي، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار أن الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات للمرحلة الأولى هو 88.4% لعلم علوم و80% لعلم رياضة و65.7% للشعبة الأدبية. وأعلن وزير التعليم العالي أن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق سيكون يوم السبت القادم ولمدة 5 أيام. عايز أقول أن المرحلة الأولى النهاردة في شعبة علوم هتبدأ من بحد الأدنى للمرحلة 88.4 مقارنة ب 97.6 العام الماضي. أنا مش بقول توقع، أنا بقول إن إحنا هنبدأ يوم السبت بهذا المجموع. شعبة الرياضة 80% مقارنة ب 94.4% العام الماضي. شعبة الأدبي 65.7% مقارنة ب 79.9%. إذن هأكرر تاني إن إحنا ابتداء من يوم السبت القادم إن شاء الله هيفتح التنسيق على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، ليتقدم ولادنا لتقدم لكتابة رغباتهم للمرحلة الأولى ب 88% 88.4% علوم، 80% رياضة، 65% أدبي. ومع إعلان نتيجة الثانوية العامة بدأت أنظار الطلاب وأولياء أمورهم تتجه إلى الجامعات التي شهدت طفرة كبيرة في الجودة والتنافسية. التعليم الجامعي طرأت عليه العديد من التطورات من أجل ربطه بسوق العمل، كما احتلت الجامعات المصرية مراكز متقدمة بين جامعات العالم. تطور كمي وكيفي غير مسبوق شهده التعليم العالي مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع من أجل زيادة جودة وتنافسية مختلف جوانب المنظومة الجامعية. على مستوى موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فقد زادت إلى 65 مليار جنيه في عام 2020-2021 بواقع 40 مليار جنيه زيادة مقارنة بعام 2014-2015، وبنسبة زيادة قدرها 160%. وبالنسبة لتصنيف الجامعات المصرية دوليا، فقد تقدمت 9 مراكز في التصنيف العالمي لجودة التعليم في عام 2020، كما أصبحت في المركز الثالث عربيا وفقا لتصنيف US News العالمي، لتقفز من المركز 51 في عام 2019 إلى المركز 42 في عام 2020 بين 80 أفضل دولة على مستوى العالم. كما شهد تصنيف US News العالمي لعام 2020 إدراج 14 جامعة مصرية مقارنة ب 11 جامعة في عام 2019. في الوقت نفسه حثت الدولة الجامعات المصرية على تنفيذ شراكات دولية مع الجامعات ذات التصنيف العالمي، مما أدى لإنشاء 5 أفرع للجامعات الأجنبية في مصر. وفي مجال الجامعات الأهلية الدولية، فقد تم إنشاء 3 جامعات هي الملك سلمان والجلالة والعالمين الدولية، كما تم البدء في إنشاء 15 جامعة أهلية أخرى تتبع عددا من الجامعات الحكومية. ومن أجل أن يتوافق الخريج الجامعي مع متطلبات العصر سواء على مستوى السوق العالمي واحتياجات السوق المحلي، تم إنشاء 3 جامعات تكنولوجية، كما تم البدء في إنشاء 6 جامعات جديدة، فضلا عن البدء في إنشاء الجامعة المصرية لتكنولوجيا المعلومات بالعاصمة الإدارية الجديدة. الدعم غير المحدود الذي قدمته الدولة لملف التعليم العالي، والذي تمثل في مضاعفة الميزانيات المخصصة له، أدى إلى زيادة الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وكذلك أفرع الجامعات الأجنبية في مصر، إضافة إلى استحداث تخصصات علمية جديدة بكل روافد التعليم الجامعي، وتطور أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية. وفي تصريحات خاصة للتلفزيون المصري، عبر أوائل الثانوية العامة عن سعادتهم البالغة بتفوقهم وحصولهم على أعلى الدرجات والنتائج، وأبدى الطلاب المتفوقون امتنانهم بما حققوه من تميز ونجاح.
كنت مبسوطه جدا لما سمعت الخبر. كنت بحمد ربنا جدا. هو انا يعني كان مجرد مثلا امنيه من اول السنه او كده، لكن اللي انا فعلا كنت بشتغل عليه ان انا كنت عايزه اتفوق، كنت عايزه اجيب مجموعه، بس حاجه زي كده لا، كنت سايباها بقى على ربنا اللي هو يعني نصيب بقى. اول حاجه طبعا استقبلت الخبر، يعني ما كنت اصلا متوقع اني هكون اصلا في المكانه دي، بس الحمد لله يعني لما ماما واخويا كلموني قالوا انت في التلفزيون وكده، يعني طبعا فرحت، وطبعا شكرت ربنا الحمد لله على الحاله دي. الحمد لله مبسوط يعني، وما كنتش اتوقع الدرجه دي خالص. الحمد لله يعني كرم من ربنا ووفقنا وفرحت عليها. مجموعة 402 علم علوم حوزة الفيوم. الحمد لله يعني ربنا كرمني وجبت مجموعة عالي كبير وفرحت أهلي، وإن شاء الله يعني أبقى المجموع ده وحال يعني أهداف أعلى من ده كتير. الحمد لله يعني نجاحي بفضل ربنا، من فضل الوالدين وكل العيلة وكل المدرسين اللي اشتغلوا معايا. أعلن المتحدث العسكري تنفيذ القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الأمريكية تدريبا بحريا عابرا مشتركا بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر. أضاف المتحدث العسكري أن التدريب شارك فيه الفرقات المصرية سجم طابة والطراد الأمريكي USS مونري، وذلك بعد انتهاء زيارته الناجحة لقاعدة برنيس البحرية، مشيرا إلى أن فعاليات التدريب المشترك شملت عقد مؤتمر ما قبل الإبحار بقاعدة برنيس البحرية بحضور المختصين من كلا الجانبين. أعقبه تنفيذ مجموعة من الأنشطة القتالية ذات الطابع الاحترافي، خاصة في مجال تعزيز إجراءات الأمن البحري بهدف تأمين خطوط المواصلات البحرية والتجارة العالمية ومجابهة التهديدات غير النمطية. وتشهد العلاقات المصرية الأمريكية مؤخرا تطورا ملحوظا، حيث تعكس التدريبات المشتركة الأخيرة بين الدولتين تقارب الرؤى والأهداف للحفاظ على الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. أعلنت وزارة الصحة وسكان تماثل الطفلة الفلسطينية بيان محمود للشفاء بعد تلقيها العلاج اللازم لحالتها الصحية بمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكدت وزارة الصحة أن الطفلة كانت تعاني من مرض البثرية الصديدية، وهو نوع نادر من الصدفية. أضافت الوزارة أن الحالة الصحية للطفلة بدأت في التحسن خلال 7 أيام من تلقيها العلاج. تهتم القيادة السياسية ليس فقط بالمريض المصري بل بالمريض العربي أيضا، وهذا ما حدث مع طفلة بيان الفلسطينية التي استجاب لها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعلاجها داخل مستشفى معهد ناصر. فنتابع معكم كيف كانت الطفلة بيان وكيف أصبحت. البنت طبعا بيانكا جات لنا في حالة يعني صعبة جدا، يمكن الصور برضو هتبين لحضراتكم الوضع اللي كانت عليه البنت. تقريبا كانت الصدفية منتشرة في كامل جسمها على هيئة بثرات صديدية منتشرة في الجسم واحمرار وحكة. طبعا أضف إلى ذلك الناحية النفسية السيئة جدا اللي البنت كانت موجودة عليها، لدرجة أن هي كانت يعني ما بتحبش تتعامل مع حد من شدة التأثير السلبي النفسي للمرض عليها. تم التعامل بسرعة مع الوضع اللي البنت جت بيه. صراحة إدارة المعهد لم تبخل بأي جهد، يعني فيش حاجة طلبت اتأخرت، يعني مش هقول لحاجة حتى أنه يعني كل حاجة بتطلب بتيجي، أدوية، فحوصات، قراءة عينة، إعادة قراءة عينة مرة أخرى، كل الكلام ده تم بمنتهى السهولة واليسر. وكانت النتيجة بفضل الله ان احنا في قسم الامراض الجلدية خدنا خطة العلاج من ثالث يوم بالظبط، بعد ما طبعا من اول يوم خدنا العلاج المبدئي اللي هو العلاج الترطيبي والعلاج الموضعي. بدأنا خطة العلاج بالفم، بدأنا معاها بإحدى مشتقات فيتامين ألف، كبسولات بتتاخد على حسب وزن المريضة، واتحسبت الجرعة بدقة، والبنت بدأت تتلقى العلاج في فترة وجيزة جدا. كان الحمد لله بفضل الله حصل تحسن ملحوظ في العلاج.
متابعة مستمرة يوميا من الفريق المعالج وإدارة المستشفى، ومتابعة دقيقة ومستمرة من معالي وزير الصحة، يعني يوميا كانت بتطمن على التطورات الإيجابية لعلاج بيان. الحمد لله، يعني أنا بشكر ربنا أول شيء أنه وصلت لها الحالة، وبشكر الدكاترة اللي كانوا متابعين عليها، وبتمنى أنه يتم يعني الشفاء التام إلها وما يرد إلها يعني السنة الجاية إن شاء الله. يعني الحمد لله رب العالمين. شكرا للرئيس السيسي. أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج عن زيارة الكيانات المصرية في الخارج لمحافظة القليوبية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي يتم تنفيذها بقرى المحافظة، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج. أضافت وزارة الهجرة أنه سيتم تنظيم عدد من الزيارات يجريها ممثلو الكيانات المصرية في الخارج للاطلاع على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية وإشراك المصريين في الخارج في مبادرة حياة كريمة. لدعم مبادرة حياة كريمة ونقل صورة واقعية لما يشهده الريف المصري من تطوير، تفقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عددا من المشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى النوى والأحراز التابعة لمركز ومدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية. المؤتمر بيتكلم عن مساندة ودعم حياة كريمة في ظل الجمهورية الجديدة. مهم جدا أن ممثلي الكيانات يشهدوا بعينهم وبتليفوناتهم اللي طلبت منهم انهم يسجلوا كل المجهود اللي الدولة والقيادة السياسية الحقيقة قايمة عليه عشان نوفر المستوى اللائق لأهالينا البسطاء في قرى الريف المصري. جاءت الزيارة بحضور محافظ القليوبية لمشروعات المياه والصرف الصحي والوحدة البيطرية ومركز الشباب وعدد من مدارس القرى. تطوير الريف المصري ده مشروع فعلا قومي، مشروع استراتيجي فعلا، لأن بنخدم كل بنوصل للفرد فعلا في القرى والعزب والنجوع عشان نلبلهم كل الخدمات بتاعتهم. الزيارة تأتي على هامش انعقاد النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بهدف اطلاع وفد المصريين في الخارج على آخر ما تم إنجازه حتى الآن في مسيرة التنمية. رامي محمد، التلفزيون المصري. أطلقت مديرية الصحة ببني سويف الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والتي تستمر حتى 26 من أغسطس الجاري، تنفذها المديرية على مرحلتين تحت شعار حقك تنظمي، وذلك لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان. وتستهدف الحملة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وعددها 66 قرية بمركزي بيبا وناصر خلال المرحلة الأولى من المبادرة. كما تستهدف الحملة تنظيم ندوات توعية للسيدات على هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية. وتتواصل بمحافظة المنيا أعمال المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز دير مواس. يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري تطوير 192 قرية في 757 تابعا بإجمالي 32 وحدة محلية بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، وبتكلفة 23 مليار جنيه، ويصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية والتي يتم تطويرها نحو 2,900,000 مستفيد. أكد وزير الخارجية سامح شكري حرص مصر على دعم الجانب الصومالي وتقديم شتى أوجه المساعدة له خلال لقائه رئيس وزراء الصومال محمد روبلي على هامش زيارة المسؤول الصومالي للقاهرة. بحث الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك بين البلدين. أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التزام الجامعة الكامل بدعم أي خطوات من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في الصومال. وخلال لقائه برئيس الوزراء الصومالي والوفد المرافق له، أشاد أبو الغيط بالنتائج الإيجابية التي تحققت مؤخرا على صعيد تحقيق الوفاق الوطني بما سمح ببدء الانتخابات التشريعية المؤجلة في البلاد.
وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن اللقاء تناول استعراضا لمجمل التطورات على الساحة الصومالية والجهود التي تبذلها الحكومة الفيدرالية لتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد. السادسة مستمرة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها نقاط. يقول إن المشاورات متواصلة لإزالة العقبات وتشكيل حكومة تراعي كل التوازنات. قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي إن مشاورات تشكيل الحكومة باتت في مراحلها الأخيرة. وأضاف ميقاتي عقب اجتماعه مع الرئيس ميشيل عون أن الجهود لا تزال مستمرة لإزالة جميع العقبات وتشكيل حكومة تراعي كل التوازنات. أنا من أول يوم التكليف قلت ما برتبط بزمن معين، نحن عم نشتغل بكل جهدنا بإزالة كل العقد أو العقبات الموجودة. وقلت تشكيل الحكومة بلبنان ليس بالسهولة، هي عبارة عن معادلة حسابية صعبة، بدك تفوت بالطوائف وبالمذاهب وبالمناطق وبالاختصاصات وبالولاء والأثقال بداخل الحكومة. ما في كلمة هذا لألي وهذا لألك، نحن عم نعمل حكومة لكل لبنان، عم نعمل حتما في ولاءات معينة ما في حدا بلبنان تقري اسمه حسب طائفته بتقولي هذا فلان لفلان وهذا فلان لفلان، مش عيبة، بس بدنا اياهم يكونوا حقيقة عندهم الجدارة والكفاءة انه يستلموا الحقيبة بتاعتهم، هيدا هو المطلوب. قال لك انه ما في ولاءات، لا اكيد في ولاءات داخل الحكومة. وجه الرئيس اللبناني ميشيل عون رسالة للأمانة العامة لمجلس النواب حول وقف الدعم عن المواد والسلع الحيوية في ضوء القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان المركزي برفع الدعم عن المحروقات دون انتظار لصدور البطاقة التمويلية. وطلب عون من المجلس اتخاذ كافة المواقف والإجراءات المناسبة في هذا الشأن. كما ناقش الرئيس عون مع وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية خطة عمل الوزارة ومسار البطاقة التمويلية والمساعدات التي تقدمها. دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لعقد جلسة مفتوحة الجمعة المقبلة لمناقشة الإجراء المناسب لمواجهة نقص الوقود استجابة لطلب الرئيس ميشيل عون. كان حاكم مصرف لبنان المركزي قد طلب الأسبوع الماضي من الحكومة إقرار قانون يتيح له السحب من الاحتياطيات الإلزامية بهدف توفير التمويل لواردات الوقود. أظهرت إحصاءات لرويترز أن أكثر 207 ملايين و700 ألف أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم. وأشار إحصاء رويترز إلى وصول إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى 4 ملايين و543 ألف وفاة. ولفتت رويترز إلى تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دولة ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019. أعلنت الهند تسجيل 25,166 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية، وتعد تلك أقل حصيلة إصابات يومية منذ 154 يوما، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين بالفيروس إلى 32 مليونا و250 ألفا و679 شخصا. وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 437 وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 432,079 شخصا. أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسياندا أردران فرض إجراءات عزل عام وإغلاق في أنحاء البلاد بعد اكتشاف إصابة جديدة بكورونا في أوكلاند كبرى مدن نيوزيلندا. وقالت أردرن إن السلطات تفترض أن الحالة الجديدة مصابة بالسلالة دلتا، غير أن هذا لم يتأكد بعد. ويستمر العزل العام 7 أيام في أوكلاند و3 أيام في باقي البلاد.
أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستمدد العمل بحالة الطوارئ السارية منذ يوليو في عدد من مناطق البلاد، وذلك لمواجهة كورونا. كما ستوسع الحكومة اليابانية نطاق هذا التدبير الاستثنائي ليشمل مناطق أخرى تشهد زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس. وقال الوزير المكلف بتنسيق جهود إدارة الأزمة الصحية ياسوتوشي نيشومورا إن الفيروس يتفشى في اليابان على نطاق لم يسبق له مثيل. وأضاف نيشيمورا خلال اجتماع مع خبراء صحيين أن عدد المرضى الذين هم في حالات حرجة يتزايد كل يوم. أعلنت تايلاند تسجيل 239 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وتعد هذه الزيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7973 وفاة. كما سجلت تايلاند 20128 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليصل العدد الإجمالي إلى 948442 إصابة. أهلا بكم من جديد. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن مواجهة الإرهاب الدولي يجب أن يبقى أولوية، وأكد على أن العالم سيبقي على دعمه لأفغانستان، كما طالب بالإبقاء على المعابر الحدودية الأفغانية مفتوحة. وأكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي على ضرورة معرفة أسباب إخفاق القوات الأفغانية في مواجهة طالبان. كنا أمام معضلة، إما أن نذهب ومخاطرة المخاطرة بأن تعود طالبان وتستولي على الأرض، أو أن نبقى ونخاطر أيضا بالمزيد من القتال والمهمات القتالية. لم تكن نيتنا بالبقاء في أفغانستان إلى ما لا نهاية على مر العامين الماضيين من 100,000 جندي. نحن انتقلنا إلى 10,000 جندي والآن 0 جندي، ولكن ما شاهدناه على مر الأسابيع الماضية على الصعيد العسكري أو كان انهيارا عسكريا وسياسيا بسرعة لم نكن نتوقعها. جزء من القوات الأفغانية حاربت بشكل شجاع، ولكنها لم تكن قادرة على تأمين الدولة، لأنه في نهاية المطاف القيادة السياسية لم تقدر أن تواجه طالبان، وفشلت في مواجهة طالبان والتوصل إلى حل سلمي كما كانت تريد طالبان. شهد نزاع في أفغانستان تطورا سريعا في الأحداث، وذلك منذ إعلان الولايات المتحدة في الأول من مايو عن سحب قوتها من البلاد وصولا لدخول حركة طالبان للقصر الرئاسي.
وصلت وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتزوير المحررات الرسمية والنصب والاحتيال على المواطنين، ونجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية في هذا الإطار. استمرارا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية والعملات النقدية، فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيلين عصابيين بالمنيا ومطروح لقيام عناصر التشكيلين بغسل 92 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشراء عقارات وأراضي وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية بهدف إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة. كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفي الاتجاه ذاته من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي بالغربية، قام عناصر التشكيل بغسل 20 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة بإجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وتأسيس أنشطة تجارية متنوعة بقصد إخفاء مصدرها وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافاً للحقيقة، بحجم تعاملات بلغت طبقاً للفحص المستندي 60 مليون جنيه. نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط نشاط إجرامي في الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، حيث يقوم عناصر تشكيل عصابي بدمياط بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية وتسليمها لذويهم بالعملة الوطنية مقابل عملة مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. وفي إطار التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بالنصب على عدد من المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت ما يقارب 27 مليون و500 ألف جنيه بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية مقابل أرباح شهرية وعدم الالتزام بذلك مع التهرب من رد المبالغ المالية المستولى عليها. المديرية تمكنت على صعيد التصدي لجرائم تزوير وترويج العملات النقدية من ضبط تشكيل عصابي لقيام عناصره بترويج عملات نقدية مقلدة وبحوزاتهم أوراق مالية مقلدة. الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط تشكيل عصابي يمارس عناصره نشاطاً إجرامياً في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات المصرية وترويجها على الراغبين مقابل مبالغ مالية، وتم ضبط الأدوات والمعدات والمواد المستخدمة في التزوير والمحررات الرسمية المقلدة. عقد اليوم في مقر مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وناقش الاجتماع تنسيق الجهود مع المحافظين ووضع الضوابط لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء والقرارات الصادرة عن لجنة إدارة أزمة كورونا بشأن تطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئات التدريس والعاملين والموظفين وكذلك العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الدراسي الجديد. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لجولة في أخبار المال والأعمال لنشرة السادسة، وتفاصيل الأخبار الاقتصادية مع آية الكافوري. تفضلي آية. تفضل. شكرا إلهام، شكرا مصطفى. لنتحول إلى جولتنا الاقتصادية محليا وعالميا. أكدت الحكومة أن المنصة الداخلية للميكنة بوزارة التخطيط تهدف لسهولة مشاركة وإتاحة البيانات من قبل جميع الباحثين بالوزارة، ويمكن الوصول لها عن طريق الشبكة الداخلية للوزارة. ومن جهتها أوضحت وزيرة التخطيط هالة السعيد أن المنصة تضم عددا من قواعد البيانات المختلفة ومنها الأسعار وسوق العمل والحسابات القومية ومؤشرات الفقر، حيث أن كل قاعدة بيانات تضم عددا كبيرا من المؤشرات الفرعية. جاء ذلك خلال
مؤتمر عقدته الوزارة لاستعراض قاعدة بيانات المؤشرات الاقتصادية كجزء من المنصة الداخلية للميكنة والتحول الرقمي الخاصة بالوزارة تمهيداً لإطلاقها. بحثت الحكومة مجالات التعاون المشترك مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولية ريا المشاط مع المدير الإقليمي الجديد لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر. وخلال اللقاء عرضت الوزيرة استراتيجية عمل الوزارة التي تستهدف تعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية والمضي قدما نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. يواصل الاقتصاد المصري تحقيق معدلة نمو إيجابية رغم تداعيات جائحة كورونا وسط إشادات مؤسسة التصنيف الائتماني العالمية. وأكد تقرير لصندوق النقد العربي أن الاقتصاد المصري هو الاستثناء الوحيد من الانكماش الذي تواجهه اقتصادات المنطقة العربية، وأرجع ذلك إلى المرونة الاقتصادية الناجمة عن تنفيذ الحكومة عددا من الإصلاحات الاقتصادية. بخطوات ثابتة يمضي الاقتصاد المصري إلى الأمام رغم تداعيات جائحة كورونا، هذا ما تشير إليه التقارير المتخصصة دوليا وعربيا، وآخرها تقرير صادر عن صندوق النقد العربي يقول إن الاقتصاد المصري هو الاستثناء الوحيد من موجة الانكماش التي تواجه اقتصادات المنطقة حاليا. صندوق النقد العربي أرجع أداء الاقتصاد المصري الإيجابي إلى مرونة ناجمة عن تنفيذ الحكومة عددا من الإصلاحات الاقتصادية التي آتت ثمارها سريعا. الصندوق توقع أيضا تسجيل معدلات تضخم سنوية في نطاق المستهدف، وذلك خلال عامي 2021-2022، مع توقعات بأن يسهم وجود مخزون كاف من السلع الاستراتيجية واستقرار سعر الصرف في احتواء الضغوط التضخمية. وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني هي الأخرى أشادت بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام جائحة كورونا، واعتبرته نقطة مضيئة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتوقعت فيتش أن تكون مصر هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي على مدار السنوات الأربع القادمة، كما توقعت الوكالة بأن يحقق الاقتصاد المصري نموا خلال العام المالي القادم بنحو 5.5% مقارنة بنحو 5% خلال العام المالي الحالي. هي إذن توقعات بأن يخرج الاقتصاد المصري من الجائحة أكثر صلابة على ضوء ما حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مكتسبات، إضافة إلى ما تضمنته إجراءات الحكومة من تيسيرات مالية ونقدية ساعدت في تخفيف الأثر الصحي والاجتماعي للجائحة. وإلى البورصة المصرية، حيث تباينت المؤشرات بختام التعاملات، حيث تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، في حين ارتفع مؤشر إي جي إكس 70 وإي جي إكس 100، وارتفع رأس المال السوقي 414 مليون جنيه عند مستوى 720 مليار و 949 مليون جنيه. ونبدأ بمؤشر إي جي إكس 30 والذي تراجع اليوم بنسبة 98% وأغلق عند 10937 نقطة. في المقابل ارتفع أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 بنسبة 21% وأغلق عند 2919 نقطة. أيضا امتدت الارتفاعات لإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا، وارتفع بنسبة 83% وأغلق عند 3895 نقطة. من البورصة إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، وسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل إلى 15.64 جنيه، سعر البيع 15.74 جنيه، عن اليورو سعر شراء 18.37 جنيه، وسعر البيع 18.49 جنيه. نصل معكم للجنيه الاسترليني، سعر شراء 21.55 جنيه، سعر البيع 21.69 جنيه. وبالنسبة للعملات العربية، نبدأ معكم مشاهدينا من الدرهم الإماراتي، والذي وصل سعر شراء اليوم الأربع جنيهات 26 قرشا، 4 جنيهات و28 قرشا بالنسبة لسعر البيع. أما عن ريال السعودي، سجل سعر الشراء وصل إلى 4 جنيهات 17 قرشا، وسعر البيع 4 جنيهات و19 قرشا.
كشفت بيانات ضريبية أن عدد الموظفين المسجلين في قوائم أجور الشركات البريطانية زاد بنحو 182 ألفا في يوليو مقارنة مع يونيو، ليقترب من مستوى قبل الجائحة، وذلك في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد من إجراءات العزل العام لمكافحة كورونا. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن 28 مليونا و900 ألف شخص الآن على قوائم أجور الشركات، بما يقل بأكثر من 200 ألف عن مستوى ما قبل الجائحة. وانخفض معدل البطالة العام للثلاثة أشهر المنتهية في يونيو إلى 4.7%. انتهت مشاهدينا جولتنا الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى إلهام نمر ومصطفى ميزار. إليكم. شكرا آية الكفوري. توفي اليوم المؤلف والسيناريست فيصل ندى عن عمر ناهز 81 عاما. ويعد ندى من أشهر المؤلفين في مصر، حيث ترك بصمة كبيرة في قطاعي السينما والدراما التلفزيونية، وله العديد من المسرحيات التي تعد بصمة في مشواره الفني. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لنهاية هذه النشرة المفصلة، ولم يتبقى سوى أن نذكر حضراتكم بأهم عناوينها. الرئيس السيسي يوجه بإجراء مراجعة دقيقة للأعمال الفنية والإنشائية الخاصة بمبادرة حياة كريمة لضمان مستوى الأداء والتنفيذ طبقا للمعايير الحديثة. الرئيس السيسي يشيد بما حققته البعثة الأولمبية من نتائج وإنجازات ويمنحهم عددا من الأوسمة الرياضية. إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة بنسبة نجاح 74% وفتح باب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات يوم السبت المقبل. انتهت نشرتنا، شكرا للمتابعة. شكرا لحضراتكم وطبتم في أمان الله.